الحر. عجلة السقوط الحر، لما نجي نحكي على أي جسم في حال السقوط نحو الأسفل، يعني في حال سقوط حر، هذا الجسم حيتحرك بعجلة، حيتحرك بعجلة أو بسرعة، يتحرك بإيش؟ بسرعة. هذه السرعة حتغير قيمة السرعة كل 10 متر أو كل 10 متر على الثانية من السرعة تتغير في زمن ثانية واحد، يعني كل ثانية حتغير السرعة بمقدار كم؟ 10 متر على الثانية. كل ثانية حيكون مقدار التغير في السرعة ما يعادل 10 متر على الثانية. إذا العجلة بالنسبة للسقوط الحر قريبة من سطح الأرض يكون مقدارها ثابت 10 متر على الثانية تربيع. منين استنتجناها؟ استنتجناها من القانون السابق. أي قانون؟ اللي حنوضحه بس كفكرة بسيطة الآن. نحن خذينا القانون أن A تساوي دلتا V على دلتا T. لو طلبت منك ال V هقولي دلتا V تساوي ال A مضروبة في من؟ دلتا T. الزمن نحن اتفقنا أنه حيكون عندي الزمن كم؟ واحد في الثانية. عجلة الجاذبية الأرضية كم؟ 10. إذا مقدار التغير عندنا بالنسبة للسرعة حيكون بمقدار 10 متر على الثانية. كل ثانية واحدة حتتغير فيها السرعة بمقدار 10 متر على الثانية. نقدر نطلع أن سرعتي خلال التغير حكون مقدارها كم؟ 10 متر على الثانية. لو كنت نحكي على من؟ لو كنت نحكي على السرعة. لو كنت نحكي على من؟ على السرعة. إذا السرعة نقدر نثبت من العجلة، والعكس صحيح بالنسبة للحل. عجلة التسارع سقوط الحر لجسم قريب من سطح الأرض تكون شنو؟ ثابتة. ننتقل الآن إلى نهاية الوحدة، وحنأخذ في نهاية الوحدة مجموعة من الأسئلة للتوضيح أكثر لهذا الدرس. قبل ما نبدأ في الأسئلة عندنا خريطة المفاهيم اللي هو درسنا نحن في الحصة